بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلاب الفرقة الأولى بكلية الزراعة جامعة دمياط وأبناؤنا طلاب العلم في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم مع هذا الجزء من المحاضرة. في هذا الجزء سوف نبدأ بشرح تركيب نسيج اللحاء. نعرفه بأن النسيج الرئيسي الناقل للغذاء المجهز في جسم النبات الوعي، حيث يقوم بنقل الغذاء العضوي المجهز من الأوراق اللي هي مكان تصنيع الغذاء إلى أماكن استهلاكه أو تخزينه في جسم النبات. ونسيج اللحاء هو نسيج مركب لأنه بيتكون من أكثر من نوع من الخلايا نشأت من نفس الأصل وتوجد مقترنة معا وتشترك في أداء وظيفة أساسية واحدة، حيث ينشأ نسيج اللحاء الابتدائي من البروكامبيوم، أما نسيج اللحاء الثانوي فينشأ من نسيج الكامبيوم الوعائي. طيب تركيب نسيج اللحاء إيه؟ يعني بيتكون من كم نوع من الخلايا وإيه هي الأنواع دي؟ نلاقيه بيتكون في النباتات مغطاة البذور اللي بتعرف بالنباتات الزهرية من أنابيب غربالية وخلايا مرافقة وبرانكيما لحاء وألياف لحاء، وقد يوجد معه إسكلاريدات. هذه الأنواع الخمسة بتنشأ كلها من نفس الأصل اللي هو البروكامبيوم في حالة نسيج اللحاء الابتدائي أو كامبيوم الوعائي في حالة نسيج اللحاء الثانوي، وعشان بينشأوا من نفس الأصل ومقترنين معا وبيشتركوا في أداء وظيفة أساسية واحدة فنعتبرهم نسيج واحد، ولكن بيكون نسيج مركب مش نسيج بسيط، لأن النسيج البسيط هو اللي بيتكون من نوع واحد من الخلايا فقط. أما في النباتات معرضة البذور والنباتات الوعائية الأولية اللي هي أقل رقية من النباتات الزهرية، بنلاقي إن نسيج اللحاء فيها بيتكون من أنابيب غربالية وبرانكيما لحاء وألياف لحاء، يعني ما بيبقاش فيه خلايا مرافقة زي ما في نسيج اللحاء بتاع النباتات مغطاة البذور. طيب وظائف نسيج اللحاء إيه؟ نسيج اللحاء بيؤدي وظيفة أساسية رئيسية وهي نقل الغذاء العضوي المجهز في الأوراق إلى أماكن استهلاكه أو تخزينه، واللي بيقوم بالنقل هي الأنابيب الغربالية وتشاركها الخلايا المرافقة التي تنظم عمل الأنبوبة الغربالية، لأن الخلايا المرافقة بتحتوي على النواة أما وحدات الأنبوبة الغربالية لا تحتوي على نواة، وهنفهم الكلام ده لما نشرح تركيب الأنبوبة الغربالية بشيء من التفصيل. أما ألياف اللحاء فبتقوم بمهمة تدعيمية، أي تدعيم نسيج اللحاء، وبرانكيما اللحاء بتقوم بمهمة تخزينية سواء كان تخزين الغذاء العضوي الزائد عن حاجة النبات أو تخزين مركبات دفاعية لحماية النبات. نيجي بقى بعد كده نمسك نوع من أنواع الخلايا المكونة لنسيج اللحاء ونتكلم عنه بشيء من التفصيل عشان نفهمه. وأول نوع عندي هي الأنابيب الغربالية. اللي عايز أقوله هنا الناس تخلي بالها منه إن الأنبوبة الغربالية بتشبه إلى حد كبير الوعاء الخشبي، من حيث حاجة واحدة بس، وهي إن الأنبوبة الغربالية بتتكون من صف طولي من الخلايا، يعني كل أنبوبة غربالية بتتركب من عدد من الخلايا منتظمة في صف طولي تشترك كلها في تكوين أنبوبة غربالية واحدة. عشان كده بنقول الأنبوبة الغربالية بتتكون من صف طولي أو من صف رأسي من خلايا بالغة حية تنتظم في شكل صف طولي لتكون أنبوبة غربالية. هذه الخلايا خلايا بالغة حية جذورها ابتدائية رقيقة، يعني ملهاش جدار ثانوي، والجذور الجانبية بتاعتها بتحتوي على مساحات مثقبة بنسميها مساحات غربالية. دي علشان يحصل عن طريقها انتشار جانبي للغذاء اللي بيتنقل في الأنبوبة الغربالية إلى الخلايا المجاورة لها. كما أن الجذور المستعرضة زي ما نبص في الرسم عندي هنا، عايز تبص معايا، ده جزء من أنبوبة غربالية ظهر منه 3 خلايا، هو جزء فقط لأن الأنبوبة الغربالية بتتكون من عدد كبير من الخلايا اللي بتنتظم في تتابع طولي رأسي كده علشان تكون أنبوبة غربالية. دي الجذور الجانبية بتاعتها اللي أنا بشاور عليها بالمؤشر دي. أما الجذور المستعرضة اللي بتفصل الخلايا عن بعضها فبتكون مثقبة مما يجعلها تشبه الغربيل، ولذلك بنسميها بالصفائح الغربالية. والصفائح الغربالية دي منها نوعين، نوع بسيط ونوع مركب. النوع المركب اللي هو بيحتوي على مساحات مثقبة تفصلها مساحات غير مثقبة زي ما هنشوف في الشريحة اللي بعد كده، يعني بتبقى الجدار المستعرض في مناطق أو أجزاء منه بتبقى مثقبة وهذه الأجزاء تفصلها مساحات غير مثقبة، عشان كده بيسموها إيه؟ صفائح غربالية مركبة. والصفيحة الغربالية المركبة بيكون وضعها مائل على المحور الطولي للأنبوبة الغربالية. النوع الثاني اللي هي الصفائح البسيطة دي بتكون الجدار المستعرض كله عبارة عن مساحة واحدة مثقبة، عشان كده سموها صفائح غربالية بسيطة، ودي بتبقى في وضع أفقي يعني عمودية على المحور الطولي للأنبوبة الغربالية. زي ما انا شايف هنا كده دي صفائح غربالية مثقبة هي كلها عبارة عن مساحة واحدة مثقبة، وضعها ايه؟ عمودي على المحور الطولي للأنبوبة الغربالية. معلومة بقى الناس تركز فيها علشان تخلي بالها منها لأنها مهمة قوي، ان الصفائح الغربالية
المثقبه ده، وكذلك المساحات الغرباليه اللي بتبقى موجوده على الجدر الجانبيه، وانت هشوفها في الشرائح اللي جايه، بتمر منها خيوط بروتوبلازميه. يعني بمعنى تاني الخليه دي بيطلع من السيتوبلازم بتاعها خيوط بروتوبلازميه رفيعه تمر من الثقوب اللي موجوده هنا للخليه المجاوره. كمان المساحات الغرباليه بيطلع منها خيوط بروتوبلازميه بتربط خليه الانبوبه الغرباليه بالخليه المجاوره لها. هذا الارتباط اهميته ايه؟ ان هذه الخيوط البروتوبلازميه هي الممر اللي بتمر منه الماء والمواد الزائبه فيه من خليه الى اخرى في خلايا الانبوبه الغربليه، او من خليه الانبوبه الغربليه للخلايا المجاوره. يعني بيحصل عن طريقها الانتشار الراسي للمواد اللي بتتنقل في الانبوبه الغربليه من خليه الى خليه اخرى، كما تقوم بالانتشار الجانبي من خلايا الانبوبه الغربليه للخلايا المجاوره. الكلام ده كده ممكن البعض يبقى لسه مش متخيل. اوريكم شكل الصفائح الغربليه البسيطه وشكل الصفائح الغربليه المركبه. هنا قدام هنا في الصوره اللي امامي رسم مجسم بيوضح لي خليتين من الخلايا المشاركه في تكوين الانبوبه الغربليه. على فكره كل خليه بنقول عليها وحده انبوبه غربليه. بلاحظ هنا على الجدر الجانبيه بتاعتها موجود مساحات مثقبه اللي هي معموله بشكل دوائر خضراء. الدوائر الخضراء دي مش ثقب، يعني كل دايره ما هي الثقب، دي عباره عن مساحه صغيره توجد بها ثقوب دقيقه، علشان قلت يحصل من خلالها الانتشار الجانبي للمواد الغذائيه اللي للخلايا المجاوره. كمان بلاحظ ان الجدر المستعرضه اللي هي بتفصل بين وحدات الانبوبه الغربليه وبعضها بلاقيها مثقبه بثقوب دقيقه كده، فبنسميها الصفائح الغرباليه. وملاحظ ان الصفيحه اللي عندي هنا دي كلها عباره عن مساحه مثقبه، يعني هي عباره عن صفيحه بسيطه ووضعها افقي، يعني عموديه على المحور الطولي للانبوبه الغربليه. نيجي نشوف بقى حاجه تانية زي انبوبه تانية، ده رسم مجسم برضو بيوضح لي جزء من انبوبه غربليه، يبين لي وحدتين منه او خليتين من اللي بيشاركوا في تكوين الانبوبه الغربليه، وملاحظ المساحات المثقبه اللي بتبقى موجوده على الجدر الجانبيه. وايضا هنا بقى الجدار المستعرض بلاحظ ان هو مكون صفيحه غرباليه مركبه. يعني ايه صفيحه غرباليه مركبه؟ الاجزاء اللي متلونه بلون اخضر دي ما هياش ثقوب موجوده في الجدار، انما دي مساحات بتحتوي، مساحات صغيره اهي بتحتوي على ثقوب دقيقه جدا، فبتبقى دي مساحه مثقبه. يلاقي الجزء الابيض دي جزء من الصفيحه غير مثقب، ثم مساحه مثقبه، ثم جزء ثاني غير مثقب. عشان كده بنقول ان الصفائح الغرباليه المركبه بتحتوي على مساحات مثقبه تفصلها مساحات اخرى غير مثقبه ومرتبه بشكل سلمي. دي اللي بنسميها الصفيحه الغرباليه المركبه، ودي عاده بتبقى مائله على المحور الطولي للانبوبه الغرباليه. عرفنا برضو من كلامنا ان في خيوط بروتوبلازميه بتمر من سيتوبلازم كل وحده غرباليه الى الوحده الغرباليه التاليه، يعني من خليه من خلايا الانبوبه الغرباليه للخلايا التاليه لها، وبنسميها الخيوط الموصله اللي بيتم عن طريقها الانتقال من خليه الانبوبه الغرباليه الى خليه اخرى في تتابع طولي. وفي خيوط تانيه بتمر من سيتوبلازم خليه الانبوبه الغرباليه الى الخلايا المجاوره من خلال المساحات الغرباليه اللي موجوده على الجدر الجانبيه. الخيوط دي بتعمل ايه؟ بتعمل نقل للعصارة المجهزة اللي بتتنقل في الأنبوبة الغربالية سواء في تتابع طولي أو حدوث انتشار جانبي للخلايا المجاورة. هذه الخيوط البروتوبلازمية بتبقى محاطة بطبقة رقيقة جدا من مادة كربوهيدراتية عديدة التسكر، بتسميها مادة الكالوز. هذه المادة بيزداد ترصيفها حول الخيوط البروتوبلازمية الموصلة مع تقدم الأنبوبة الغربالية في العمر إلى أن تصل إلى مرحلة النضج بالنسبة للنبات. يعني النبات يدخل في مرحلة الشيخوخة وهيبدأ ينهي دورة حياته، فبنلاقي مادة الكالوس دي بيزداد ترصيبها حول الخيوط البروتوبلازمية بدرجة كبيرة، لدرجة انها بتغلط على الخيوط البروتوبلازمية وتقطعها، ثم يزداد ترصيب مادة الكالوس على الصفائح الغربالية عشان تسد الثقوب اللي هي الموجودة فيها، فتوقف الأنبوبة الغربالية عن العمل. وانا هوريكم دلوقتي صورة بتوضح الكلام ده. الصورة اللي قدامي دي عبارة عن صورة لقطاع طولي في نسيج اللحاء، موضحة لي الأنابيب الغربالية اهي، دي أنبوبة غربالية، وده جزء من أنبوبة غربالية تانية، وده جزء من أنبوبة غربالية تالتة، وجزء من أنبوبة غربالية رابعة. الظاهر عندي هنا ايه؟ دي الجدر المستعرضة اهي، ملاحظ ان في مادة غامقة موجودة فوق الصفائح الغربالية، دي مادة الكالوز اللي هي بتترسب فوق الجدر المستعرضة في نهاية موسم النمو علشان توقفها عن العمل، توقف الأنبوبة الغربالية عن العمل تماما. وهنا مصور لي صورة لقطاع عرضي في الصفيحة الغربالية أثناء توقفها عن العمل، يعني بعد ما توقفت
عن العمل عمل قطاع عرضي، وضح لي هنا ان الثقوب تم امتلاءها بماده الكالوز قفلتها علشان توقفها عن العمل. ايه اهميه الكلام اللي انا بقوله؟ ركز في الكلمتين دول وتامل في قدره الخالق عز وجل. عاده الانابيب الغرباليه بتادي وظيفتها لمده موسم واحد من مواسم النمو. يعني لما الانبوبه الغرباليه تادي وظيفتها لموسم واحد ما هيبقاش فيه مشكله بالنسبه للنباتات الحوليه اللي هي بتتم دوره حياتها في موسم نمو واحد. طب ايه الحل بقى بالنسبه للنباتات المعمره زي الاشجار والشجيرات اللي هي بتعيش عشرات السنين دي؟ لو انا عندي انابيب الغربالية بتتكون في بدايه حياه النبات في موسم نمو الاول، هتادي وظيفتها في نقل العصاره المجهزه لمده موسم واحد وبعدين تتوقف عن العمل. امال مين اللي هيغذي النبات بقى في باقي حياته او في السنوات التاليه؟ مين اللي هيغذيه؟ في حاجه مهمه هنا نركز فيها، ان النباتات المعمره دي نباتات خشبيه بيحصل فيها كل عام نمو سنوي. يعني بيجي الكامبيوم في فصل الربيع بينشأ وينقسم ويديني خشب ثانوي ولحاء ثانوي، والخشب الثانوي واللحاء الثانوي دي أنسجة إضافية بتضاف إلى أنسجة النبات فبتسبب زيادة في السمك. اللحاء الثانوي اللي بيتكون كل سنة نتيجة نشاط الكامبيوم في فصل الربيع بيحتوي على عدد كبير جدا من الأنابيب الغربالية، تكفي إن هي تقوم بنقل العصارة المجهزة، لأن الأنابيب القديمة اللي كونت في السنة اللي قبل كده اتوقفت عن العمل، لأن إحنا قلنا الأنبوبة الغربالية بتأدي وظيفتها لمدة موسم واحد وتقف عن العمل. ففي النباتات المعمرة الكامبيوم الوعاء اللي موجود فيها بينقسم ويدين لحاء ثانوي جديد بيحتوي على عدد من الأنابيب الغربالية تقوم هي بنقل العصارة المجهزة. فكده بقى أصبح ما فيش مشكلة. سبحانك يا رب. طب افرض الأنابيب الغربالية اللي كونت في اللحاء الثانوي الجديد ما كانتش كافية لسد احتياجات النبات، هنا بيقوم النبات بإذابة الكالوز الموجود على الصفائح الغربالية لبعض الأنابيب الغربالية اللي توقفت عن العمل على حسب احتياجاته. تاني، لو الأنابيب الغربالية اللي هي كونت في اللحاء الثانوي ما كانتش كافية لسد احتياجات النبات في نقل العصارة المجهزة، إيه اللي هيحصل؟ النبات هيذوب مادة الكالوز اللي ترسبت على بعض الأنابيب الغربالية بتاعت العام السابق عشان يفتحها ويستخدمها في توصيل العصارة المجهزة، وذلك على حسب احتياجات النبات. يعني مش بيدوب الكالوز في كل الأنابيب الغربالية القديمة، لا، بيدوب في عدد من الأنابيب الغربالية على قد احتياجاته. سبحانك يا رب، ما هذا التنظيم العجيب. طب افرض ان ما كانش حتى محتاج أنبوبة غربالية كاملة، جزء من أنبوبة غربالية، يدوب الكالوز اللي موجود في الجزء اللي هو محتاجه فقط، برضه حاجة عجيبة. لكن مع قرب نهاية موسم النمو يبدأ النبات يرسب مادة الكالوز على الأنابيب الغربالية القديمة والحديثة. فالقديمة هيكون رسب عليها الكالوز للموسم الثاني أو للمرة الثانية، ولذلك في هذه الحالة ترسيب الكالوز على الأنابيب الغربالية للمرة الثانية يوقفها عن العمل مدى الحياة. تمام كده، ده بالنسبة لوقف الأنابيب الغربالية عن العمل. أقولها تاني بسرعة عشان الناس تربط معايا. الأنبوبة الغربالية بتأدي وظيفتها عادة لمدة موسم واحد من مواسم النشاط الخضري، ثم تتوقف عن العمل بترسيب مادة الكالوز على صفائح الغربالية اللي هي الحواجز المستعرضة، وهذا لا يشكل مشكلة بالنسبة للنباتات الحولية. بالنسبة للنباتات المعمرة فقد يشكل لها مشكلة، لكن ربنا سبحانه وتعالى أوجد الحل، هو اللي منظم الكون ومنظم خلقه وبيسيره وفق ما شاء كل شيء عنده بمقدار. أوجد في النباتات دي الكامبيوم الوعائي اللي هو بينشط كل سنة مع بداية فصل الربيع وينقسم، يديني خشب ثانوي ولحاء ثانوي. اللحاء الثانوي اللي بيتكون بيحتوي على عدد كبير جدا من الأنابيب الغربالية اللي هي اللي هتتولى نقل العصارة المجهزة خلال النبات في الموسم الجديد، نظرا لوقف الأنابيب الغربالية القديمة عن العمل. طب افرض ما كانتش الأنابيب الغربالية اللي كانت في اللحاء الثانوي كافية لسد احتياجات النبات، بيدوب الكالوز اللي موجود في بعض الأنابيب الغربالية ويستخدمها في نقل العصارة المجهزة عشان يسد احتياجاته، وبيدوب الكالوز في العدد اللي هو محتاجه من الأنابيب الغربالية فقط، ثم مع نهاية موسم النمو يبدأ يرسب عليها الكالوز مرة تانية ويوقف عن العمل، ويكون وقف عن العمل المرة دي وقف نهائي. الكون كتاب مسطور ينطق تسبيحا وتوحيدا، وذراته تهتف تمجيدا، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، بل الظالمون في ضلال مبين. هنبدأ
نشوف دلوقتي ازاي الانبوبه الغربليه بتنشا وتتكون. احنا قلنا قبل كده ان الانبوبه الغربليه عباره عن صف راسي من الخلايا اشتركت معا في تكوين انبوبه غربليه واحده. طيب هذا الصف الراسي نشا منين؟ نشا ايضا من صف طولي من خلايا البروكامبيوم او الخلايا اللي نتجت من انقسام البروكامبيوم اذا كانت الانبوبه الغربليه دي في اللحاء الابتدائي، او صف طولي من الخلايا اللي نشات من انقسام خلايا الكامبيوم الوعائي اذا كانت الانبوبه الغربليه موجوده في اللحاء الثانوي. طيب نشوف بقى ازاي بيتم نمو وتشكل هذا الصف الطولي لكي يكون انبوبه غربليه. انا هنا عندي جزء من صف طولي من خلايا البروكامبيوم او الكامبيوم الوعائي اللي نتجت من الانقسام هتمو وتتشكل لتتحول الى انبوبه غربليه. هركز على خليه واحده منهم واشرح عليها التغيرات اللي بتحصل فيها اثناء نموها وتشكلها لتحولها الى وحده انبوبه غربليه. الخليه في البدايه اللي ناتجه من الانقسام كل خليه من خلايا الصف الطولي بتنمو وتزداد في الحجم نتيجه اندفاع الماء والذائبات بداخلها وتكون فجوه عصاريه كبيره بتدفع السيتوبلازم بجوار الجدار، واثناء نموها بتنقسم نواتها الى نواتين، فيتكون بعد ذلك جدار طولي يفصل الخليه الناميه الى خليتين، احداهما صغيره يبقى فيها سيتوبلازم كثيف ونواه، والاخرى كبيره. الكبيره دي هي اللي تحدث بها تغيرات تركيبيه عشان تتحول لوحده انبوبه غربليه في النهايه، يعني تتحول الى خليه من خلايا انبوبه الغربليه. ازاي بقى التحول ده يحصل؟ ان نلاقي اولا بيتكون فيها اجسام بروتينيه بنسميها بي بروتين بادز. هذه الاجسام البروتينيه تبدا تتجمع مع بعضها وتكون اجسام بروتينيه لزجه بتاخد اشكال مختلفه، اما على شكل خيوط او انابيب او بلورات. الشكل القدامي اللي هي شكل خيوط دي الاجسام البروتينيه اللزجه اللي هي كونت، واثناء تكونها بتحدث التغيرات الاتيه. اولا النواه تبدا تتحلل اللي هي موجوده في الخليه الكبيره وتختفي، غشاء الفجوي اللي بيفصل الفجوه العصريه عن السيتوبلازم يتحلل ويختفي، وده بيؤدي الى اندماج تويت الفجوه العصريه مع السيتوبلازم فيصبح اكثر تميؤا، وبكده هتبقى فيه مشكله داخل الانبوبه الغربليه. فالاجسام البروتينيه اللي كونت دي بتبدا تتجمع حوالين جدار خليه الانبوبه الغربليه او الوحده اللي بتتم عشان تكون وحده انبوبه غربليه، فتحصل السيتوبلازم بينها وبين الغشاء البلازمي الخارجي. تاني لما تندمج محتويات الفجوه العصريه مع السيتوبلازم يصبح اكثر تميؤا، يعني اقل لزوجه سايب خالص، فهو محاط من الخارج بغشاء بلازمي بيفصله عن الجدار الخلوي ويمنع انسيابه من الخليه. فبتيجي الاجسام البروتينيه بعد تحلل الغشاء البلازمي ده وتتجمع حوالين السيتوبلازم من الداخل عشان تحصره فيما بينها وما بين الغشاء البلازمي الخارجي، وتصبح الخليه مجوفه من الداخل او بها تجويف من الداخل. علاوه على كده فان الاجسام البروتينيه اللي هي بتتجمع حوالين السيتوبلازم من الداخل وتحصره بينها وبين الغشاء البلازمي الخارجي بتتجمع في مقابل الثقوب الموجوده في الجدر المستعرضه، وكذلك الثقوب الموجوده في المساحات الغربليه الموجوده في الجدار الجانبي. علشان تعمل ايه؟ علشان تقلل من اندفاع العصاره المجهزه في الانبوبه الغربليه وتخليه يتم بمعدل بطيء او معدل مناسب يسمح بحدوث انتشار لجزء منه عبر المساحات الغربليه الجانبيه عشان تصل الى الخلايا المجاوره، لان لو ما عملتش كده العصاره المجهزه وبتتنقل في الانبوبه الغربليه من خليه الى خليه اخرى هيكون النقل ده سريع، يعني بتندفع بسرعه من اعلى الى اسفل فتصل الى الجذر دون ان يحدث لها انتشار جانبي. فالحكمه من تكون الاجسام البروتينيه دي ان هي بتجمع او بتحصر السيتوبلازم على هيئه طبقه رقيقه بجوار الجدار، بتبقى هي بتحيط بيه من الداخل والغشاء البلازمي بيحيط بها من الخارج، فيبقى عباره عن طبقه رقيقه بجوار الجدار وتجويف الخليه من الداخل يبقى فاضي علشان الانتشار الجانبي. الحاجه الثانيه ان هي بتقلل من اندفاع العصاره المجهزه خلال وحدات الانبوبه الغربليه بشكل يسمح بحدوث انتشار جانبي للغذاء المجهز ليصل الى الخلايا المجاوره. وعند تمام نضج الخليه اتحولت كده الى وحده انبوبه غربليه، بلاحظ ان الاجسام البروتينيه اللزجه اصبحت على هيئه قيود او اشرطه بتحيط بالسيتوبلازم من الداخل ومتكونه في مقابل الثقوب اللي موجوده في الجدر المستعرضه والمساحات الغربليه عشان تنظم الانتشار بتاع العصاره المجهزه اللي بتنقل في الانبوبه الغربليه سواء في الاتجاه الراسي او الاتجاه الافقي. الحته اللي انا عايز اشير لها هنا عند تمام نضج الخليه وتحولها الى وحده انبوبه غربليه اختفت منها النواه تماما. واحد يقول لي طب ازاي انت بتعتبر وحده الانبوبه الغربليه دي ان هي خليه حيه وهي ما فيهاش نواه او النواه اختفت منها؟ هقول له لان فيها سيتوبلازم، ولان وهي بتنمو اهو في البدايه عشان تتحول لوحده انبوبه غربليه حدث بها انقسام طولي الى خليتين غير متساويتين، واحده صغيره احتفظت بالنواه والكبيره فقدت النواه، لان النواه هنا مش هيبقى لها معنى، وعايزين يكون مجرى طولي او تجويف في الخليه يكون متصل بتجويف الخلايا الاخرى من خلال الثقوب اللي موجوده في الجدر المستعرضه. علشان كده يمكن دي حكمه ربنا
ربنا سبحانه وتعالى ان الخليه الرئويه تنمو عشان تتحول لوحده انبوبه غربليه، يحدث بها انقسام طولي لخليتين غير متساويتين، واحده تحتفظ بالنواه والثانيه تفقد نواتها، كان الخليه بتكون جدار يفصل النواه بتاعتها عنها عشان يسيب مساحه كافيه لحدوث الانتشار بتاع العصاره المجهزه خلالها. وهذه الوحده او الخليه لا تقوم بعملها الا تحت تاثير وتنظيم النواه الموجوده في الخليه المرافقه، وده سبب ثاني خلينا نقول ان دي خليه حيه، ان هي محتفظه بالسيتوبلازم. السبب الثاني ان كل وحده انبوبه غربليه بتجاورها خليه مرافقه او اكثر، كل واحده منهم بتحتوي على النواه وتنظم عمل الانبوبه الغربليه، يعني وحدات الانبوبه الغربليه بتكون خاضعه لسيطره النواه اللي موجوده في الخليه المرافقه اللي هي تعتبر جزء منها. الكون كتاب مسطور ينطق تسبيحا وتوحيدا، وذراته تهتف تمجيدا، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، بل الظالمون في ضلال مبين. تاني نوع من الخلايا اللي بيكون نسيج النحاء هي الخلايا المرافقة، وهي خلايا متخصصة توجد مرافقة لوحدات الأنبوبة الغربلية، يعني كل وحدة أو كل خلية من خلايا الأنبوبة الغربلية بتجاورها خلية مرافقة واحدة أو أكثر، وهنعرف إزاي وحدة الأنبوبة الغربلية بتجاورها أكثر من خلية مرافقة، بس في علاقة وثيقة بين كل وحدة من وحدات الأنبوبة الغربلية وخلية مرافقة واحدة أو أكثر، لأن الاتنين بينشأوا من خلية واحدة. إحنا تابعنا من خلال شرحنا لتكشف الأنبوبة الغربلية ان كل خلية من الخلايا اللي بتشارك في الانبوبة الغربلية بتنمو وتتشكل لتحول وحدة انبوبة غربلية، واثناء نموها بتنقسم الى خليتين غير متساويتين في الحجم، خلية صغيرة بتظل محتفظة بالنواة بتاعتها ودي هي الخلية المرافقة، اما الخلية الاخرى فهي خلية كبيرة بتنمو وتتشكل لتتحول الى وحدة من وحدات الانبوبة الغربلية، اي ان كل وحدة بتجاورها خلية مرافقة بتنشأ معها من نفس الخلية الام اللي هي الخلية اللي علشان تحول لوحدة أنبوبة غربلية. وممكن وحدة الأنبوبة الغربلية تجاورها أكثر من خلية مرافقة. إزاي يحصل الكلام ده؟ إن وحدة الأنبوبة الغربلية وهي تتم وتتشكل تنقسم الخلية المرافقة بجذور عرضية إلى خليتين، فتصبح كل وحدة تجاورها خليتين مرافقتين، وممكن كل وحدة تنقسم بجذور مستعرض فيصبحوا أربع خلايا مرافقة بتجاور وحدة الأنبوبة الغربلية. ننقل بعد كده على النوع الثالث وهو برانكيما اللحاء، وبرانكيما اللحاء دي خلايا برانكيمية عادية من ضمن النسيج البرانكيمي اللي احنا اتكلمنا عنه، بس علشان هي موجودة في نسيج اللحاء فبنسميها برانكيما اللحاء. وجودها في نسيج اللحاء علشان تؤدي عدة وظائف، أهمها ان هي تخزين الغذاء الزائد عن حاجة النبات سواء كان نشا او بروتينات او دهون، اي انها ضمن البرانكيما المخزنة، وممكن تقوم بتخزين اصباغ ومواد رتنجية ومواد مخاطية ولبن نباتي وبلورات وغيرها، وفي هذه الحالة فانها تخزن مواد دفاعية تحمي انسجة النبات من مهاجمة الميكروبات وغيرها من المسببات المرضية. الياف اللحاء هي ايضا من ضمن نسيج الالياف لكن موجوده في نسيج اللحاء فبنسميها الياف لحاء. الالياف اللي بتوجد في اللحاء الابتدائي بتكون متجمعه مع بعضها على هيئه كتل تقع على السطح الخارجي لنسيج اللحاء، اما بالنسبه للحاء الثانوي فان الالياف الموجوده فيه تكون موزعه بطرق مختلفه فيما بين الانواع الاخرى من الخلايا اللي بتكون نسيج اللحاء الثانوي. بالنسبه بقى للحاء الابتدائي، فاللحاء الابتدائي ده اللي هو بيتكون خلال مرحله النمو الابتدائي لاعضاء النباتات الوعائيه، اي المرحله اللي بتزيد فيها اعضاء النبات في الطول. ففي لحاء اول اللي هو بيتكون اثناء الاستطاله السريعه، عمليه استطاله العضو النباتي يعني بيكون في بدايتها سريعه جدا ثم يقل معدل الاستطاله تدريجيا الى ان يتوقف في نهايه النمو الابتدائي. فاللحاء اللي بيتكون في المراحل الاولى من الاستطاله اي مرحله الاستطاله السريعه بتكون الانابيب بتاعته ضيقه وعددها قليل وقطرها قليل وغالبا لا تستطيع ان تجاري الزياده في الطول فتتمزق وتتلف. اما اللحاء التالي اللي هو بيكون حينما يقل معدل الاستطاله فبيكون لحاء انابيب الغربليه بيكون قصيره نوعا ومتسعه وبيستمر طوال حياه النبات يعني لا يحدث له تمزق. واللحاء التالي ده بيكون من انابيب غربليه وخلايا مرافقه وبرانكيما لحاء والياف لحاء، وقد توجد معه خلايا اسكلارانكيميه وخصوصا الاسكلاريدات، وهذا اللحاء لا يتمزق خلال مرحله النمو الابتدائي، ولكن مع حدوث النمو الثانوي بيكون كميه كبيره من اللحاء الثانوي اللي
بتضغط على اللحاء الابتدائي فيحدث له تحطم او يتحول الى فلاس كرانكيني. بالنسبه للحاء الثانوي، فاللحاء الثانوي هو اللحاء الذي يتكون اثناء نمو العضو النباتي في السمك، يعني اثناء النمو الثانوي، وبينشا من الكامبيوم الوعائي، لان الكامبيوم الوعائي زيه زي البروكامبيوم هو ميرستيم جانبي بينقسم بجدر موازيه لسطح العضو النباتي فيعطي خلايا للخارج وخلايا للداخل. الخلايا اللي بتتكون للداخل تتشكل وتكون نسيج الخشب الثانوي طالما هي ناشئه من الكامبيوم الوعائي، اما الخلايا للخارج فتتشكل وتحول لتتحول الى لحاء ثانوي. اللحاء الثانوي بيتكون من نفس العناصر اللي بيكون منها اللحاء الابتدائي اللي هي الانابيب الغرباليه والخلايا المرافقه وبرانكيما اللحاء والياف اللحاء، وممكن يبقى موجود معاه سكيلري باد. لكن اللحاء الثانوي بيزيد عن اللحاء الابتدائي في احتوائه على نوع اخر من الخلايا وهي الخلايا البرانكيميه المكونه لاشعه اللحاء الثانويه. هي الحكايه دي سبق واشرت قبل كده وانا بتكلم عن الكامبيوم الوعائي ان هو بيشمل نوعين من الخلايا، خلايا مغزليه الشكل، ودي لما بتنقسم بتنقسم بجدار موازي للسطح بتعطي خلايا للخارج وخلايا للداخل. الخلايا للخارج بتتحول للحاء ثانوي واللي للداخل بتتحول الى خشب ثانوي. اما الخلايا الشعاعيه اللي هي جزء من خلايا الكامبيوم الوعائي فتنقسم ايضا بجدار موازي للسطح علشان تعطي خلايا للخارج تتشكل الى خلايا برانكيميه وخلايا للداخل تتشكل خلايا برانكيميه، يعني بيعطي للخارج والداخل خلايا برانكيميه. لكن هذه الخلايا بتنتظم في صفوف ضيقه بيكون سمكها خليتين زي ما انا شايف هنا كده او ممكن يبقى خليه واحده. الصفوف الضيقه اللي هي بتكونها خلايا برانكيميه دي في جزء منها ممتد في نسيج الخشب وجزء ممتد في نسيج اللحاء. اللي ممتد في نسيج اللحاء بنسميه اشعه اللحاء الثانويه، اما اللي ممتد في الخشب بنسميه اشعه الخشب الثانويه. يبقى الاشعه بتاعه اللحاء وبتاعه الخشب اللي بنسميها الاشعه الوعائيه الثانويه بتنشا من خلايا الكامبيوم الوعائي اللي بنقول عليها خلايا شعاعيه او بدايات الاشعه، واللي بيمتد منها في نسيج الخشب بنسميه اشعه الخشب الثانويه، واللي بيمتد في اللحاء بنسميه اشعه اللحاء الثانوي. طيب احنا متفقين ان احنا هنعمل جدول نجمع فيه انواع الخلايا اللي هتمر علينا اثناء شرحنا للانسجه النباتيه، علشان بانتهائنا من شرح الانسجه النباتيه نكون ألمينا بالانسجه النباتيه وكذلك بجميع انواع الخلايا اللي بتبني جسم النبات. والحد قبل ما نشرح نسيج اللحاء جمعنا 9 انواع من الخلايا، هي الخلايا الميرستيميه، خلايا الكامبيوم الوعائي، الخلايا البرانكيميه، الخلايا الكولانكيميه، وخلايا البشره، وبعد كده اضفنا خلايا الفلين وخلايا الالياف والاسكلاريدات والخلايا الافرازيه. وبعد ما انتهينا من شرح نسيج اللحاء وعرفنا ان هو نسيج مركب بيتكون من 4 انواع من الخلايا على الاقل في النباتات الزهريه، وهي الانابيب الغرباليه والخلايا المرافقه وبرانكيما اللحاء والياف اللحاء، واحيانا قد توجد خلايا حجريه في نسيج اللحاء لكن في نسيج اللحاء الثانوي. فما هو الجديد في نسيج اللحاء اللي ما مرتش عليا قبل كده؟ الجديد عندي الانابيب الغرباليه، ده نوع جديد ما مرش عليا قبل كده. الخلايا المرافقه فعلا نوع جديد ما مرش عليا قبل كده. انما هو حد يقول لي برانكيما اللحاء ما مرتش عليا قبل كده او الياف اللحاء ما مرتش عليا قبل كده؟ لا، برانكيما اللحاء دي من ضمن النسيج البرانكيمي اللي قلنا ان هو بيتكون من خلايا برانكيميه، والخلايا البرانكيميه قلنا عليها ان هي اكثر انواع الخلايا انتشارا في جسم النبات وتكون الجزء الاعظم من جسم العضو النباتي خصوصا في الاعضاء الحديثه، ويمكن حددت لكم مكانها بالتفصيل وقلت بتبقى موجوده في القشره والنخاع والاشعه النخاعيه والاشعه الوعائيه للجذور والسقان، وموجوده في النسيج المتوسط في الاوراق، وموجوده في الفلقات والاندوسبرم ولب الثمار وجميع الاعضاء التخزينيه. قلت ايضا بتبقى موجوده في نسيج اللحاء وتسمى برانكيما اللحاء، يعني نسيج اللحاء ده مكان من اماكن وجود الخلايا البرانكيميه، وموجوده في نسيج الخشب وبنسميها برانكيما الخشب. يبقى اذا برانكيما اللحاء ده مش نوع جديد، ده ضمن الخلايا البرانكيميه اللي احنا حطيناها اصلا في الجدول. الياف اللحاء ايضا ما هياش نوع جديد، ده ضمن النسيج الاسكلارانكيمي وتحديدا الالياف. واحنا يمكن في الجزء السابق لما شرحنا الالياف قلنا ان الالياف بنقسمها تبعا لمكان وجودها الى 4 اقسام. الياف بتبقى موجوده في القشره بنسميها الياف قشريه، الياف بتبقى موجوده بتحيط بالاسطوانه الوعائيه كما في كثير من نباتات العائله القرعيه بنسميها الياف محيطيه الاسطوانه الوعائيه، وفي الياف بتبقى موجوده في اللحاء بنسميها الياف اللحاء، والياف موجوده في الخشب بنسميها الياف الخشب. يبقى اذا الالياف اللي موجوده في اللحاء دي هي ضمن الالياف او ضمن النسيج الاسكلارانكيني، بس هي موجوده في نسيج اللحاء، يعني ده احد اماكن وجودها. يبقى
عندي هنا في اللحاء نوعين جداد فقط هم اللي هضيفهم في الجدول. النوع الاولاني اللي هو الاناديب الغربالية وهتبقى رقم 10، تمام. باجي في العمود بقى اللي بحدد فيه حديثة ام بالغة، هي خلايا الانبوبة الغربالية بتتكون من صف طولي من خلايا بالغة حية ولا ميتة؟ حية، تمام. مكان وجودها فين؟ بتوجد في نسيج اللحاء لجميع النباتات الوعية، في نسيج اللحاء اللي بيكون الحزم الوعائية او اللي بيشارك في تكوين الحزم الوعائية مع نسيج الخشب في جميع النباتات الوعائية. الوظيفة ان هي بتختص بنقل العصارة المجهزة من الاوراق الى باقي اجزاء النبات. وبالنسبة للرسم احاول ارسم رسم مبسط يوضح لي شكل الانبوبة الغربالية في القطاع الطولي والقطاع العرضي. في القطاع العرضي بتظهر وحدات الانبوبة الغربالية على شكل خلايا مضلعة خماسية الاضلع او سداسية الاضلع، لان جذورها بتبقى رؤيه قابلة للانضغاط والتشكل بفعل ضغط الخلايا المجاورة. نشوف بقى ترسم ازاي. جايب لك انا رسم هنا بيوضح لك شكل الانبوبة الغربالية في القطاع الطولي. رسم مبسط جدا، انت مش هترسم صف كامل، انت هترسم جزء من الانبوبة الغربالية توضح فيه شكل احد الخلايا اللي بتكون الانبوبة الغربالية زي اللي انا جايبها قدامك كده برسم مبسط، لان كل وحدات الانبوبة الغربالية بتبقى شبه بعضها، فيكفيني ان انت يعني ترسم جزء وتوضح لي فيه تركيب خلية واحدة منهم، ان هي بتكون خلايا مستطيلة رقيقة الجذور، السيتوبلازم عبارة عن طبقة خفيفة بتبطن الجدار الخلوي، والجدار المستعرض بيبقى مثقب بيكون الصفيحة الغربالية، وبجوار كل واحدة من وحدات الأنبوبة الغربالية بيبقى فيه خلية مرافقة واحدة أو أكثر. احنا هنا بنميل للبساطة في الرسم، فرسمين خلية واحدة هي بتبقى أخدة شكل مغزلي مجاورة الأنبوبة الغربالية وفيها نواة واضحة والسيتوبلازم كثيف. أما في القطاع العرضي فأنا جايب لك هنا صورة بتوضح لك شكل الأنابيب الغربالية والخلايا المرافقة في القطاع العرضي، لأن لما بقطع كده بالعرض القطع بيمر بمستوى واحد في الخلية المرافقة والأنبوبة الغربالية. فوحدة الأنبوبة الغربالية بتظهر في القطاع العرضي بشكل خلية مضلعة خماسية الأضلع أو سداسية الأضلع على حسب ضغط الخلايا المجاورة عليها. بس وأنا برسمها أخفف بالقلم على الجدار بتاعها كده لأن جدارها بيكون رقيق عشان أوضح الكلام ده. وجنب كل وحدة أنبوبة غربالية في خلية صغيرة هي دي عبارة عن الخلية المرافقة، يتبص هنا هتلاقي في خلية تانية هنا بتاعت وحدة الأنبوبة الغربالية دي خلية مرافقة، وهنا دي جنبها خلية تانية مرافقة، وهنا في وحدة أنبوبة غربالية جنبها خلية مرافقة. يبقى أنا ممكن أرسم خليتين بالكتير من خلايا الأنابيب الغربالية عشان أبين شكلها في القطاع العرضي إزاي. يعني مش شرط ترسم كل الشكل ده، ترسم خليتين من خلايا الأنابيب الغربالية المتجاورة دي، وبجوار كل واحدة فيهم يبقى في خلية مرافقة. نيجي بقى للخلية المرافقة، تمام. الخلية المرافقة دي هتبقى النوع رقم 11. خلية بالغة بقى ولا حديثة؟ هي خلية بالغة. حية ولا ميتة؟ حية طبعا لأنها محتفظة بالسيتوبلازم والنواة. مكان وجودها هنقول إن هي توجد مرافقة لوحدات الأنابيب الغربالية المكونة للحاء في النباتات مغطاة البذور فقط اللي هي النباتات الزهرية، لأنها مش موجودة في معرات البذور ولا موجودة في النباتات الوعائية الأولية. وظيفتها هنقول إن هي بتنظم عمل الأنبوبة الغربالية لاحتوائها على النواة، يعني بتشارك الأنبوبة الغربالية في أداء وظيفتها. الرسم، أنت رسمت الأنبوبة الغربالية في القطاع الطولي شكلها بيبقى عامل إزاي، ورسمت جنبها الخلايا المرافقة. قلنا إن كل واحدة يعني كل خلية من خلايا الأنبوبة الغربالية بترافقها خلية مرافقة واحدة أو أكثر، ورسمت قطاع عرضي بنوضح شكل الأنبوبة الغربالية في القطاع العرضي ويبقى مجاور لها خلية مرافقة. يبقى كده بقى في عندي 11 نوع من أنواع الخلايا موجودين في الجدول، كل نوع منهم عارف إذا كانت خلايا حديثة أم بالغة، حية أم ميتة، عارف مكان وجودها، عارف صفاتها التركيبية ومميزاتها، الوظيفة أو الوظائف اللي بتأديها، والرسم بتاعها. ونكتفي بهذا القدر، وإلى أن ألقاكم أستودعكم الله العلي العظيم الذي لا تضيع ودائعه. ولكم مني خالص تحياتي وأطيب تمنياتي بالتوفيق والنجاح، ودمتم في حفظ الله وأمنه ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.